وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وخالت على ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله ثم الحمد لله الجزاء مجدنا ندي جوا فخني لو ميزي ورمضاني نميزي باي مجدنا نكوزي زو فنزون كلو ميزي ورمضاني كونو كوا سي مانا مجدو كشكو ميزا فونغا مانا كخير وعافية واكو عمر مانا نسولو فونغا لكن مجدنا نزو كوا فخرا مجدنا جوا فخني لسي جل جلاله نيو مانا ني مانا ني نعمة موه كر كن نعمة مجدو نعمة زي مجدنا ناس كواتيكي وإن تؤدوا نعمة الله لا تحصوها مجرمنا الدينو نينا ما هو مجرمنا زايش بيرو جونو كاتش شكر لا مجرمنا تكونو كتمانا تا تكى ما تكى تزيد يا مجرمنا ما نعمة زى ولكن جونو كاتش تكونو كمانا كشكر لا مجرمنا هذا أبوي نشادي دي كأنا كأساني مجرمنا ما نديني لا إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لا شديد ما نى مور تكونو كاتش شكر لا نعمة زى ما نى مانے ما تکونو کو مانے مانے نامی تکونو کا تمزید دیا لیکن امور تکونو کو مانے تکون فنجیزو تکون آسی چیزو مانے تو فنجیزو آسی مانے تکون بلومن بھائی نامی تکونو کو مانے دابوی آنی شدید دی نموجیر مانے مانے دابوی آئیم شیکی رو مینے حدیر مانے ان بادش ربی کالا شدید مجیر مانے شیکوی نی شدید دی ولیدالکا مانے اس مانے کسانی چیمو میزو رمضانی ناو مانے مجیر مانے تینزر مانے بادا فنجوانینگی خاصة عبادة ماني بينزل فنيو رمضان خاصة قرآن مونك كونوكا كواي نصو مانكو دادالتا نخير زينجين ماني كواي نكو دادالتا أول قرآن ماني مونكو كواي ناي ماني وقت زينجين جسو ما جزموي ليلو كان جزوم بي كان جزو نتو كمان يايو خادرو نقرآن سو مونكو كواي إلا شرطي نيو قرآن زيماي قرآن مونكو جونوكا جسو ما إذا زلزلتي الأرض زلزالا يو بيك مونكو جونوكا ماني قرآن يو جسو ما سرعي يو بيك هونو کا اوپر مانا ہے اجر نہیں گی اوپر تو تبھی اذا ذل زیت الارض زلزال ایو مانا سورہ ایو مور جسو ما مانا ہے اوپر تا مانا ہے جزی کو نہ تھا نو اجر سے ہونو کو پتو مانا یپی لینی نی مور چون کا جسو ما مانا ہے مانا قل یا ایو الکافرون مور چون کا جسو ما یا یا نہ وانا ہونو کا مانا ہے اوپر تا جزی کو نہ تھا نو پتو مور چون کا جسو ما اذا جا مانا ہے اوپر تا مانا ہے جزی سب دوانو سو نو کو پتو مونو چونو کا مانا چی سو ما مانا ہے ودوانی مونو چونو کا چی سو ما مانا مانا قل هو الله چونو کا چی سو ما مونو ناکو پرکامو جزوی کمی ہونو کو پتو قل هو الله پیکے مونو چی سو ما مرمو جزوی کمی پتو ایزو زتنی فائدہ مونو کونو کا فائدہ شریزا نائے مانا روحوی مانا یکو حیی ناکو نو افیا مانا نو فراخا کسانی جو مجیر مانا جنبیری مانا فراخا مانا مادم مانا مانے ہوا نہ ہو فراخ نہ کنی مانے ہوا مانے کے دشی سے مانے بھی فراخ ہوا نہ ہو مادم لاکن ہم کے دشا نہ دنیا مانے صحیح رشو دنیا اور دنیا والے کے دشا بھیجتے نا تبھی
نموت معنا الدنيا كرش رش الدنيا معنا فراغ يوم معنا كرش رش الدنيا نخطري تبي نخطري إي معنا النعمة كل مجيد زايش بيرو كون ركوا معنا موت فراغ يكون معنا كده دلاتيلا خاصة ميز رمضان هو معنا حديث معنا بوكيلا معنا أبي هريرة رضي الله عنه مجيد من الله أبي هريرة أبي هريرة نايم بوكيم تومي مجيد صلى الله عليه وسلم بوكيلو نايم نقعد أبي هريرة اقرأ القرآن قرآن سومان لو قد بوريرا معناه شفيع لا صحابي يوم القيامة قرآن هونو كما معناه قرآن شفيع لا معناه من زي يوم القيامة منك سومو هونو كم شفيع لا منك قيامة منك قيامة كسنة بوريرا قداني نائب بكرم توم توم صلى الله عليه وسلم قداني اقرأ القرآن قرآن سومان فإنه يو قرآن يو يأتي يوم القيامة يتقول تروى منك قيامة قرآن شافي على سابينا هونو كروكو نمشي فايو معنا يسا معنا من نبي مونتو سومو ناكو تمجيو حديث ينجيني بوكيلا ناني بوكيلا نواس ابن سمان بوكيلا نواس ابن سمان ناي اندو شرم بوكيلا تمي مجيد صلى الله عليه وسلم نواس ابن سمان وقعدني خالا نقعد نواس ابن سمان سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم نمكسي زم تمي مجيد ناي نكو حدو تمي مجيد يقول نقعد تمي مجيد يوتا يوم القيامة موت القيامة تقول جوا بالقرآن تقول القرآن ديو أهلي الذين كانوا يعملون به في الدنيا تخدموا سورة البقرة وعلمنا تحاجان يا صاحبين نواسي بن سمان نقطني خال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطني نمك سيبتم مجيتنا هنا كهدو يوتا يوم القيامة تقول جوا موت القيامة بالقرآن تقول القرآن أهلي الذين نحلي زعوجي يعملون في زمالي في الدنيا كرك الدنيا معناه تخدمه سورة البقرة على عمران يتقوى بيتي أمبري هذه سورة البقرة على عمران يتقوى بيتي أمبري وفاو بس يتوها جانا صاحب ما بيوم جيرو قدو يتقوى الله حجة معناه وينزاوي تقوى الله حجة معناه مصحابوي واجه تسومو قرامي معناه اوجي سوما إن دادا كلا مرة تسوما يا ربي موجا كلا مرة مرة تقوى داداتيها ناديسي ينجيني بكيلا معناه وانا عائشة رضي الله عنها بكلا عائشة بكلا عائشة نكو عداني خالة عائشة دي خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم يا مجيد نكو عدا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتأتأ فيه وهو شاخ عليه لوجره كخساني عائشة بوكيلا تيسي ناي بوكيم تومي مجيد صلى الله عليه وسلم عائشة نكو عداني عائشة تومي مجيد نكو عدا اخرأوا القرآن قرآن سو ماناي عائشة نكو عداني ماناي اجي ماناي مونتو سو مقرآني ماناي يخرأوا القرآن قرآن سو ماني اجي مونتو سو مقرآني وهو ماهر به ما سفرت الكرام البررة اجي مونتو سو مقرآني ناكوني ماهري وقرآن نايو حفيذيرو نحافظي مع سفرة الكرام البرارة سفري وبمنا جماعة مانا ملايكة أواجي ونصافر ومانا ونهو والذي يقرأ القرآن نو جمون ناو نصم القرآن ناو نصم القرآن ويتأتى ناو نصم قفو قفو فيه وهو عليه شاخ الله وجران لأني كي أبطى من رؤية القرآن وقفو قفو أجري مري ورقو بارو كم جيرو قدو صلى الله عليه وسلم ونهي آخر بزازا قرآن مونتو سوما قناعي قناعي فايدة زنازو مونتو عيسي قرآن قرآن بشوخ سوما أجرمبي نكون قناعي قناعي أجرمبي نكون قناعي نقرآن سو مونتو لا مونتو قباكي ومصحف زباي حتى قلو الله مونتو سوما حتى قلو الله مونتو دارو داجي سوما قلو الله يوبيكي نكسا نجو سيكم مونتو سوما هاي إجوائيو سمي مرأي كمية قناعي أمو مرضا ديني نكيزا قواتا برجو ديني ولذلك إن شاء الله قرآن إيو ما نسول الله قرآن قدرته كقصاني ما نهي حديث ينجينا ناكو بوكيلا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبي موسى الأشعري بوكيلا مجرم من الراضي خال أبي موسى الأشعري خال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أنوشين بوكيلا مجيتو بوكيلا مجيتو أبي موسى الأشعري قرآن إيو ما نهي ناكو عدوما مجيتو نكو هذا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأدرجة نكو دوك يوم جيتو مونتو هون روكو
kusomo muntu muumini hondo kosomo Qur'ani nikanna manai makadum tu mujitu manai nikanna manai ananasi manai shakai nikanna manai shaka ananasi kama salatu udiri jatin ko dum mujitu rihu hatayibun wa ta'amu hatayibunahu manai nikanna manai muti manai shai mi jidu ananasi man nikanna ananasi kasani ananasi manai arfu ni sura dede muyana ni sura manai tata muyana ni sura mutu mu'mini hondo ko somo qur'ani kama salil udri jati na ko dum tu sallallahu alaihi wasallam nikanna manai ananasi arfu ni sura na dede muyana ni sura nako wa mathalul mu'mini alladhi yaqra alqur'ana kamathali tamrati la riha laha wa ta'amuha hulun wa mujiru sallallahu alaihi wasallam qadana ko mundu hondoko husoma qur'ani mundu mu'mini hondoko so manai wa mathalul mu'mini alladhi nago mundu mu'mini la yaqra alqur'ana nago mujiru qad mundu mu'mini hasomi ba qur'ani hasomi ni mu'mini laki qur'ani hasomi kamathali tamrati na qadum tuma mujiru sallallahu alaihi wasallam manai tendre manai alfu hainao lakini nilada tambi alfu hainao lari halantu mesalo salo kadu alfu hainao wa ta'amu akhulu lakini dadamue lakini nilada nako malai ngi tumena kwatani wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul qur'ani yaqra'ul qur'ana kama thalir rihanati Rihuha tayyibun wa ta'amuha murrun wa mujrakadu mutu munafiqi manai husum manai mutu munafiqi na qur'ani na qasum mutu ni munafiqi qur'an na qasum rihuha manai mutu mujrakadani rihuha tayyibun wa ta'amuha murrun mutu ni mutu munafiqi na Qur'ani hasomi riuha tayyibun wa ta'amuha murr ana kasani mutu huyu maana ya madam tume sallallahu alaihi wasallam anakwadani wa mathalul munafiqi alladhi yaqra alqur'ana kamathali rihanati riuha tayyibun wa ta'amuha murr muruni munafiqi yaqra alqur'ana duna qad muruni munafiqi qur'ani usomaye qur'ani nasoma lakini tume mithali shizeni mtu huyu riu hatayib harfu ya ni sura wa ta'amuha murrun lakini demuye maana ni hararisi nikana maana mtu sallallahu alaihi wasallam kadani jitu ya maana nikana shakari rihani harfu ya ni sura lakini tadikali mimi ni hararisi walidhalika niyaya na kwa hadithi ngine mtume mjuru na kwa tani manai tume mjuru kwa tani wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra alqur'ana kamathali handalati laysa laha rihun wa ta'amuha murr mutu munafiqi mutu uni munafiqi la yaqra alqur'ana na kuntu lakad na qur'ana yasumi yani munafiqi na qur'ana yasumi kamathali handalati nikana manai shaka manai nikana manai kama tal handala tim tumi sallallahu alaihi wasallam kato nikana manai itiki manai ya manai nikana itiki ya majini manai kharada merit manai wadu manai somali kharada merit nikana itiki yo manai kama tal manai handala ti le salaharihun wadamuha murru manai arfu hainayo na dedemue nako ni mbovu ni hararisi isa tena hapa imithali shizani mtu wa kanda ni mtu muumini mtume na kwadu Qur'ani usoma nako nikana ijira maana nikana ijira ananasi maana mtume sallallahu alaihi wasallam mithali shijeni nikana ijira ananasi kasani riu hatayibun wa ta'amuha tayyibun manai arfu ni sura rabde muena ko ni sura na manai amani laddaba
mtu mwingine naye Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuona kwa dhani wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'u al-Qur'an, uni mtu mu'mini Qur'an yasomi kama fani tamati. Mtume sallallahu alaihi wasallam zaji nikana ona tende tende ichuawe na kuja ni labda lakini chandika Qur'ani taina afu ni jisio. Mtume sallallahu alaihi wasallam ulishio mithali shizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu uni mtu mu'mini Qur'an usoma tabi mama ni mtu mu'mini la Qur'an yasomi. Nako mtu munafiki Mtume sala sala nako hapo maana bainilo mtu huyu mathalu almunafiki alladhi yaqra alquran, mtu ni munafiki Qurani usomai Qurani usom kama thali rihana. Mtume sala sala dieni nikana jibu imana shakari hani rihani chandika Qurani arfieni sura lakini chandika limini ni hararisi mithali shiza hapo. Mtume sala sala isa tena Qurani mtu kono kasoma ni sura mane kakisani nako apa mane Mtume sala sala mane kono kwa tani karka hadisi yingine mane ya kwa tani wa mathalu mane wa mathalu munafiki alladhi la akhra alquran kama mathali alhandalah la riha laha wa ta'amuha mur nikana mane khala da meret mane itiki ya majin mane harfu hainao nako ni harisi walidhalika Qur'ani maana mtu muumini soma maana kila mara Qur'ani ni sura tabii. Mtu mnafiki ikiwae na soma hiyo Qur'ani sababu yeye maana usoma Qur'ani lakini atumikii sababu kwa dhati lao. Na soma tumikii hiyo Qur'ani yeye soma. Tabii. Walidhalika inshallah Qur'ani jaati na soma na kwa tumikieni. Hadithi nyingine pokela wa an ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ibn al-Khattab unaye pokea Mtume sallallahu alayhi wasallam pokero Ibn Khattab huyu mpokee Mtume pokeo. Mtume anena kwa dhani khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Inna Allah Mtume kwa dhani kakuwa mujitu yarfa'u mfanya ilu bi hadha alkitabi chuo ichi mujitu mene mfanyi za ilu mwane aqwam yarfa'u mfanya ilu mujitu mene mwane mtanawe yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama wa yadha'u bi akharina maana wa kwa mungu jiru afanya hilo kachoe cho afanye zairo wa mu afanya tini maana isa tena wa afanya hilo maana ni watu gania na jao ndu somo na kwa tumikiro tena isa tena na suluani Qur'ani yi kwa si kina soma hasa tar ramadhani na kwa kina tumikira Qur'ani yi kwa si kina soma nago kina tumikira tambie inshallah zatasia siku kumi za akhiri zise tena chandikeni nguvu inshallah chandikeni nguvu maana yimo lailatul qadri yimo ndani ke siku kumi hizo na lailatul qadri jisati cha dona lailatul qadri yimo karka mezi 21 mezi 23 mezi 27 mezi 29 kati hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam dimirani na Qur'ani nao jidatene soma kasani Qur'ani Mtume sallallahu alaihi wasallam chambiro laysa fi jofi shay'un min al-Qur'ani kal baytil kharib muru haykuwa kake khalpini maana aya mota Qur'ani haykuwa rayimo nikanna numba maana kharabu Mtume sallallahu alaihi wasallam ruzada jidatene Qur'ani Qur'ani kwa chini kubarata na kwa chini soma hasa ramadhani Qur'ani sura fanya ningi somoa walidhalika inshallah ujira rabbi moja nashfa baraka za Ramadhani mjira mmoja najua fikira kwa nuka maana khatimisha Ramadhani ka khairi mjira rabbi wa shukumisha mtume wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mjira shukumisha maana lailatul qadri mjira shukumisha na insha Allah bin Allah alkarim Allah muwafiqna fi lailatul qadri Allah muwafiqna fi lailatul qadri Allah muwafiqna fi lailatul qadri Allah wa nasaluka ridhaka wal janna Allah wa nasaluka ridhaka wal janna Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna Allahumma ighfir li dhunubina wa li dhunubi abaina wa ummahatina اللهم اغفر لذنوبنا ولذنوب ابائنا وامهاتنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم اقض حاجتنا وفك كربتنا وعن سعادتنا وفرج همنا واغفر لذنوبنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا
وعافنا فانا ارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا فانا ارزقنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي الخطر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.